كل واحد فينا حصل له السيناريو ده، ان هو يروح الجيم وينتظم فيه شهر او شهرين وبعد كده يقعد في البيت تاني. طب الاسباب دي ليه؟ يقول لك اصل الجيم بعيد عليا، اصل معيش فلوس للجيم، اصل مفيش وقت ان اروح الجيم وارجع والكلام ده، وانا شغلي ودراستي والكلام ده. فانا بقى جيت لك النهارده بالحل يا معلم. عايز تتمرن من غير ما تدفع ولا جنيه؟ عايز يبقى عندك جسم كويس وراجل رياضي وانت قاعد في البيت؟ الفيديو ده ليك، يلا بينا. ازيكم يا جماعه؟ مين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو اول مره تشوفني انا اسمي كريم عفت، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. خد لك لفه كده، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للقناه وتدعمنا بشير والكلام ده كله كده. ويلا بينا ندخل في موضوع الفيديو على طول. الجيم مشكله تقريبا 90% من الشباب، واحنا كالولاد احنا هايلين ان احنا نحط لنا 100 عذر ان احنا ما نروحش الجيم. معيش فلوس، مفيش وقت، بذاكر وبروح شغلي، مفيش وقت ان اروح الجيم. انا اروح الجيم يا معلم، انا مستني بس الجيم المناسب ليا، ان انا اول ما اشوفه كده هو ده وبعد كده هنتظم فيه على طول. طب لقيت الجيم المناسب ليك؟ مشكله الجيم ده ان هو بس بعيد عليا ومش هقدر اروحه، مشوار يا معلم. مين فينا ما حطش الاعذار دي عشان ما يروحش الجيم؟ اقولكم انا. طب واحد يقول لي هنعمل ايه دلوقتي يا عم كريم؟ الجيم بعيد علينا ولو قريب مننا بيبقى جيم غالي جدا، مفيش جيم دلوقتي ببلاش. قبل ما تتفرج على الفيديو ده ما كانش فيه جيم ببلاش، بس بعد الفيديو ده احل لك كل مشاكلك وعن تجربه شخصيه. عايز جيم ببلاش، عايز جسم كويس، عايز تعمل كل حاجه بتعملها في الجيم من غير ما تدفع ولا جنيه ولا تنزل من البيت، حلك عندي. الابلكيشن هيحل مشاكلك كلها، موجوده على الاي او اس وموجوده على الاندرويد ومجاني. وهتعمل جسم كويس بعد سنه، بعد 3 شهور هتعمل جسم كويس لو انت انتظمت فيه بعد شهر واحد بس. قول ولا ايه؟ اعمل جسم كويس في البيت بعد 30 يوم بس؟ ايوه. فكرة الابليكيشن بسيطة جدا وسهلة جدا لو اي حد عايز يستخدمه. وحلاوة كمان الابليكيشن لو مقسم لك كل حاجة، عايز تلعب صدر لوحده، عايز تلعب بنج لوحده، عايز تلعب باي لوحده، تراي لوحده، عايز تلعب الجسم كله لوحده، مقسم لك كل حاجة وعارف انت عايز تعمل ايه وفاهم مخك كويس. كل اللي عليك انك تدخل تعمل انستول للابليكيشن من الاي او اس او اندرويد وتبدا يا معلم. الابليكيشن هيطلب بس منك الاول كذا معلومة كده، ان طولك، انت ولد ولا بنت، وزنك كام، حاجات بسيطة جدا كده بس عشان يعرفها، عشان يبدا يقول لك انت هتعمل ايه في الابليكيشن او هتمشي ازاي معاه. من شهرين بالظبط نزلت ستوري على انستجرام بقول ان انا هجرب فيها الابلكيشن ده وهشوف هينفعني ولا مش هينفعني، عشان انا بصراحه ما كنتش عايز اروح الجيم. وبالمناسبه لو انت مش مشترك على انستجرام عندي او مش عامل فولو على انستجرام، ادخل اعمل فولو دلوقتي، هينفعك جدا وهيبقى شرف ليا جدا لو انت دخلت وعملت لي فولو. وعدى شهرين دلوقتي واقدر دلوقتي اقول لك بالظبط الابلكيشن ده عمل ايه معايا. انك تعمل جسم في البيت من غير ما تنزل الجيم ومن غير ما تشيل اوزان حديد هي صعبه جدا، فانت لازم تتمرن بس عليها. عايز بس يبقى في بس استمراريه في الابلكيشن، يعني لازم كل يوم يقول لك تعمل كذا فانت تعمل اللي هو بيقول لك عليه بالظبط. مفيش يوم تقول لي خلاص هكملها بكره، اصل مش قادر النهارده. لا، طالما انت دخلت موضوع الابلكيشن وعايز فعلا تعمل جسم بعد شهر بس بعد 30 يوم، فانت لازم تمشي معاه بالاستمراريه يوم بعد يوم بالظبط، كل يوم ما تفوتش اي يوم خالص. بعد شهر واحد بس من استخدام الابلكيشن اللي حصل كالاتي: ظهري اتفرد، بدل ما انا كنت عامل كده معظم فيديوهاتي بقيت عامل كده والناس كلها بقت واخده بالها من ده. خسيت 5 كيلو، بس هي مش موضوعنا الخساسين، احنا موضوعنا بس العضلات والكلام ده. قوه تحملي بقت اقوى جدا، كنت الاول كنت بنهج بس لو طلعت السلم او كنت بنهج لو رحت بس مشوار بعيد، دلوقتي لا، بقيت اعرف اجري، اعرف ادي الحاجات بتاعتي اليوميه عادي جدا، اعرف اتمرن، اعرف اعمل كل ده من غير منهج ومن غير ما اخد الموضوع بصعوبه والكلام ده. الاول كنت بعمل 3 بس ضغط، 3 بس وما كنتش بكمل، دلوقتي ممكن اوصل ل 20 و30 من غير منهج ولا اي حاجه، وبعد ال 30 ببدا بقى اللي هو بعافر شويه. غير طبعا كل ده ان انت اصلا بتخصص ساعه او نص ساعه او ساعه الا ربع بالظبط انك تعمل تمارين كل يوم، فانت بتنشط الدوره الدمويه عندك وبتنشط جسمك كله. ويا ريت كمان بقى لو انت لسه صاحي من النوم بقى وعملتها اول ما صحيت من النوم كده على طول، فانت بتبدا كده يومك بكل النشاط اصلا اللي في الدنيا. فالابلكيشن مزايا كتير جدا، وده بعد شهر واحد بس 30 يوم. والابلكيشن كمان بيتابعك كمان كل يوم بعد ما تخلص تمرين، يقول لك التمرين ده كان صعب ولا سهل، التمرين كان ده بالنسبه لك كان عامل ازاي، ايه اقوى تمرين انت عملته ما كنتش قادر تعمله. فهو بيتابع معاك على طول، مش اي ابلكيشن وخلاص. هسيب لك لينك الابلكيشن تحت في الديسكريبشن، انزل حمله على طول، ابدا من النهارده ما تستناش لبكره عشان تبدا الموضوع على طول كده. وبعد 30 يوم ابعت لي قول لي ايه اللي حصل معاك. ما تنساش لو اول مره تشوفني واستفدت فعلا من الفيديو، انزل اعمل سبسكرايب وادخل اعمل فولو للحاجات دي، هتنفعك جدا. واستنى الفيديوهات اللي جايه، واسف جدا ان اتاخرت الفتره اللي فاتت دي، هعمل فيديو مفصل جدا هقول انا اتاخرت فيه ليه والاسباب وايه الحل بتاع الاسباب دي. يا رب اكون ما طولتش عليكم، وبس كده دوس يا كوتش، سلام عليكم.